السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مع كل فيديو جديد وحلقة جديدة على قناة فيديو. اليوم راح نتطرق فيها عن طرق الدفع بطاقة ذهبية أو الكارت سي بي الخاصة بالبنوك والبريد اتصالات الجزائر، ماشي اتصالات الجزائر عفوا. المهم نطرق فيها طريقة كيف تفليكسي، كيف تخلص الانترنت تاعك، كيف تخلص فواتير بالبطاقة الذهبية تاعك وبأسهل الطرق. تابعوني بعد فصل لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ونعرف كيف نقوم بعملية الدفع بالبطاقة الذهبية. أهلا لكم أحبابي في الله، بوم نروح للطريقة والله واش فيها البطاقة الذهبية. قبل ما نبدأ نديروا عملية الفليكسي أو عملية الدفع، أول شيء لازم تكون على بالك باللي البطاقة الذهبية فيها وجهين، وجه هذا الأزرق والوجه الذهبي اللي منها. بالنسبة للوجه الأزرق فيه 12 نيميرو اللي رانا نشوف فيه 12 رقم، هذا مهم جدا، وعندك تاريخ جديد تاريخ صلاحية اللي معرفه، وعندك لونو اللي برامون واللي كما نقولوا الاسم واللقب بتاعك مكتوبين بالفرنسية وراح يكونوا مكتوبين ماجيسكيل راح تحتاجهم أيضا، وعندك هذا الكود راح يكون مكون من 3 أرقام ماشي 5 أرقام كما مكتوب هنا، راح يكون مكون من 3 أرقام اللي هما يقولوا له السي في في، هذا كامل راح تحتاجهم في عملية الدفع. وبعد ما عرفنا كيفاه وش فيها البطاقة وش لازمها وش نحتاجه منها هذه البطاقة باش نقوموا بعملية الدفع، نروح نوريكم الطريقة كيفاه نقوموا بعملية الدفع الخاصة بال كمثلا راح نديرو مثال فليكسي موبيليز او اوريدو جيزي واحدة منهم، ونفس الطريقة راح نكتب لكم اسفل الفيديو المواقع اللي نحتاجهم باش نقوموا بعملية الدفع كامل. باش ما تلفلكش تروح ديريكتلي من اسفل الفيديو تروح للمواقع اللي تحتاج انك تدفع بها اي شيء. دوكا نروحو للتليفون باش الناس كل خطر اغلبية الناس تستعمل بالهاتف باش ما يصرا لهمش مشاكل، نروحو للهاتف ونقوم بعملية الدفع. اوكي مرة نشوفو هنا ندخلو الموقع الخاص بالموبيليز، راح نديرو تيست هنا في موبيليز وكذا راح نفليكسيو فيها. بالنسبة هنايا كاين الذهبية، كاين بريد الجزائر وكاين الكارت سي بي اللي تخلص بهم كما رانا نشوفو فيهم هنايا، كاين بريد الجزائر ولا كارت سي بي الخاصة بالبنوك. أول شيء لازم تكتب الرقم تاعك، رقم التليفون الخاص بك مثلا كيما هكا، وأيضا تكتب الكود كاباتشا اللي رانا نشوفو فيه هذا باش الناس ما تدخلهمش. كود كاباتشا اكتبو كيما راه مكتوب بالماجيسكيل باش ما تخلطلكش وباش ما يصرالك حتى مشكل. هنا نديرو الأرقام اللي كاينين الـ A Y و D صح. الآن تعمل Envoy، هنا راح يتعرف كيما نقولو الجهاز كيما نقولو الرقم تاعك راح يتعرف عليه موبيليز. أول شي راح تاكسبتي. بو كاين اختلاف هنايا، كاين روشارج انترناسيونال هنا إلا حبيت تعمر مبلغ خاص بالمكالمات الخارجية، والله هنا تعمر روشارج كريدي عادي جدا هنا في الوسمو. بو لا عندك مبلغ تحط 10,000 20,000 50,000 100,000 200,000 أو أوتر تكتب المبلغ اللي تحوس عليه، مثلا ديرو أقل شيء راح يفليكسي هنا كاش أقل من 10,000 دير 100 دينار وتروح تكليكي. إلا عندك ذهبية تكليكي على الذهبية، إلا عندك كارت سي بي تكليكي على كارت سي بي عادي جدا. هنا الاختلاف راح يكون ما بين اللي عنده كونت بونكور او اللي عنده حساب بريدي. نديرو مثال هنا بالحساب البريدي اللي هو بطاقة ذهبية، تكليك هنا وراح يديك للموقع الخاص بالبطاقة الذهبية. اول شيء واش راح يخرج لنا في هذا الموقع، لهنا راح يقول لك نيميرو دو كارت كريدي، والنيميرو هنا نكتبوا الارقام اللي سميناهم احنا اللي قلنا عليهم 12 رقم اللي في الواجهة الامامية الزرقاء تكتبهم عادي جدا، تحطهم مثلا هذه نكتبهم عادي جدا. بون تزيد تكتب الصلاحيه، مده الصلاحيه تاعك مثلا اللي مكتوبه تاريخ صلاحيه راح تلقاها ثاني في الواجهه الاماميه، مثلا تلقاها 06 مانيش عارف شني 05 هذيك هي مثلا نديرو جويليا، واذا 2020 نورمال ولا 22 كيما البطاقات الجدد اللي جاو جويليا مازال ما جاتش تاع الاخر مازالها في 2020 نديرو 2020. وهنا تكتب لونو لي برونو تاعك، فهمني تكتب لونو اكتبهم ماجيسكيل كيما راهم مكتوبين في البطاقة اكزاكتلي ما تبدلش فيهم، لانه الا بدلت فيهم مش راح يخرج لك حتى حاجة. اسم اللقب. بون روحو هنا للسي في في دو او سي في سي دو، يعني هذا اللي راح نلقاه هنا، تلقى ثلاث ارقام مكتوبين بالجهة الخلفية اللي هي
الجهه الذهبيه كما نسموها، الجهه فضيعه، تلقى ثلاث ارقام مثلا هذوما نديروهم، هذوما الارقام راح يتبدلوا كل ما تجدد البطاقه نتاعك، وتكتب تحط هنا فاليدي. بو كيما رانا نشوفو هنا واش يخرج لك، يخرج لك القيمه نتاع المبلغ اللي راح ديرو، يكتب لك لاكارت ونيميرو لاكارت، وهذا يخرج لك الرقم الهاتف اللي مسجل مع لاكارت نتاعك، الرقم الهاتف اللي راك مسجل باللاكارت نتاعك. هذه سيكوريتي زايده للناس اللي نسات الارقام نتاعها في اي واحد، يعني باش ما يخافش النيميرو مادام عندك رقم الهاتف راح يلحق لك ليه ميساج، تعمل انفوي اس ام اس وراح يجيك واحد الكود. هناك يجيكم الكود، كيجيكم الكود مكون من 6 ارقام، تحطوه مثلا كيما هكا، مثلا انا حطيته عادي جدا، حطيته مكون من 6، وتعمل فاليدي، راح تقول لك نجاح العمليه، عندك 3 فرص، الا غلطت في 3 فرص هذه راح تعاود العمليه من جديد. بو انا ما جانيش الميساج لانه عندي مشكله في الرقم نتاعي ماهوش مسجل، يعني هو مش مسجل، مش قضيه مش مسجل، راح حابس متوقف مؤقتا حتى يعاودوا يحلوا لي الرقم نتاعي باش نقدر ندير عمليه دفع عادي جدا. بو هذه بالنسبه لموبيليز، بالنسبه لجيزي وبالنسبه لاوريدو نفس الشيء، ولكن المواقع نتاعهم يختلفوا. هذا بالنسبه لاتصالات الجزائر، عندك موقع اخر راح نديرو اني لهنايا، كيما رانا نشوفو هنا اجيتكم مو تكليكي هنايا وتدخل اسباس كليون اللي رانا نشوفو فيها هذه، تدخل اسباس كليون ومن بعد تكتب هنايا اسباس كليون ولا بايمونت اي روشارجي، تكليكي هنا تحط الرقم الهاتف تاعك اللي هو الفيكس اللي حبيت تشارجي له الانترنت، كيما انا عندي هذا الرقم تحطو عادي جدا، وتحط الكاباتشا اللي راه محطوطه هنايا كيما رانا نشوفو باش ما يصرالك حتى باش ما يصرالك حتى مشكل، هاي صح، ونديرو كونفيرمي. راح هنا يتعرف على الرقم تاعك ويقول لك الكونيكسيو اللي عندك تا، كيما هنا راه مدير لي بلا كونيكسيو 4 ميجا، وتعمل جاكسبت وتكتب هنا الكاباتشا اللي راها مكتوبه هنا الاس، وايضا تكتب هنا المونطو اللي تحوس لي مثلا 1000 دينار جزائري، وهنا تختار ما بين الذهبيه او الكارت سي بي، مثلا نديرو الذهبيه، راح يدخلنا الموقع تاع الذهبيه، نكتب هنا الرقم تاع 12 رقم، نكتب تاريخ صلاحيه، ونكتب لونو لي برونو، ونكتب الرقم المكون من 3 ارقام اللي هو السي في في 2 اللي راح تلقاه خلف البطاقه الذهبيه، وتعمل فاليدي. وبعد ما تعمل فاليدي راح يجيك ميساج او رساله للهاتف تاعك فيها كود تاكيد باش تتاكد العمليه، ومن بعد كيش كدير كود تاكيد راح تتم عمليه الدفع بنجاح بدون اي مشاكل. بون الناس اللي ما يجيش ممكن كود التفعيل، هو راح يرجع لك مشكله انه ممكن ما يجيكش كود التفعيل، بون اما الرقم اللي راك دايره راح حابس ولا موقف مؤقتا، او الرقم اللي راك مدايرو ما ماكش مداير فيها رقم متصل مع البطاقه، تقدر تضيف رقم انك تروح للديستريبيتور او الموزع الالي، ثم تدخل مشكله النقال وتضيف الرقم نتاعك اللي تستعمله، الرقم الشخصي تضيفه للبطاقه الذهبيه، ومن بعد كي يعود مضاف راح تعمل عمليه الدفع بسلاسه وبدون اي مشاكل. ما باش الناس تعرف على ودار الرقم، هو الرقم هذا سيكوريتي ليك وسيكوريتي لاي واحد يستعمل البطاقه الذهبيه، باش ما يسرقولكش، حتى اللي يلقى لك البطاقه ويديها لك حتى يروح يفليكسي بها ما يقدرش يفليكسي، لانه لازم رقم الهاتف تاعك. هذه باش نكونوا واقعيين، ولازم باش هناك شغل سيكوريتي باش ما تسرقلكش البطاقه تاعك الذهبيه او البطاقه السي بي. وهذا هو الفيديو تاعنا، اذا عجبكم الفيديو فلا تقلقوا علينا بالضغط على اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. المهم الفيديو هذا بناء على طلب اصدقاء ممكن ناس متابعين لي، اشكرهم على التفاعل الكثير اللي راهم يقدمون عليه في القناه، وماذا بيا تبارطاجيو الفيديو هذا وتعملوا لايك باش الناس كامل تستفيد وتعرف كيف تقوم بعمليه الدفع بطاقه ذهبيه عادي جدا، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.